بالنسبة للوضع الحالي اللي هو ضبط عدد اللي هو 870 مهاجر غير شرعي. 870 هذوم الأغلبية من جنسية الباكستان، جنسيتين اللي هي الباكستان وبنغلاديش. بنغلاديش 15 بالتعاون طبعا مع اللي هو 166 وجهاز مكافحة الإرهاب. الحمد لله توا طبعا الوضع الحالي نحن الان داخل مركز لواء الهجره غير الشرعيه الجابه. الامكانيات طبعا محدوده، نحن نعانوا طبعا من طبعا مركز لواء الاعداد، هذه الاعداد اعداد كبيره يعني تحتاج الى عده حاجات. نحن توا بارك الله في اللي هو الاجهزه الامنيه داخل المدينه كيف الدعم المركزي ومديريه الامن على راسهم، جميع الاجهزه ما يصرش، الدفاع المدني بارك الله في اللي هم الهلال الأحمر من اللحظة الأولى متواجدين، بالإضافة إلى اللي هم الصحة برئاسة اللي هو الأستاذ مرعي العرم. بارك الله فيكم. نحن حاليا حتى من ناحية التموين تكفلت به اللي هو المجلس البلدي اللي هو الأستاذ مبارك المنفي، بالإضافة للجالية حتى هي، ونحن حاليا بصدد اتمام الاجراءات. وبلغنا طبعا رئاسه الجهاز اللي هو رافع البرغتي، وتم التواصل عن طريق مع وكيل وزاره الداخليه، ونتمنى ان يلتفتوا للمنطقه وينظروا للوضع حاليا، وضع المأساوي والهجره غير الشرعيه قدامكم، حالات يعني محتاجه الى عنايه في اللي حتى مغمى عليه وفي اللي حلناه المستشفى المقريف حتى هو بالمناسبه. تلقينا الخبر عند الساعه 11 ليلا مساء من العقيد صالح عتيق امر جهاز الهجره غير شرعيه. تلفينا وجينا للموقع اللي هو المقر الهجره غير شرعيه، ولقينا ان الوضع مزري، وتم نقل بعض الحالات المصابة من مقر الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى شهيد محمد المقريف. عدد المصابين اللي هو تم نقلهم من مركز الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى شهيد محمد المقريف من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا، وبلغ العدد 60 مصاب. الوضع كان مزري، ما كانتش في سيارات إسعاف، ما كانتش في أي مساندة. الجهة الوحيدة اللي هي تدخلت الهلال، فريق الهلال الأحمر الليبي فرع جدابية، وبعدين اليوم في الصبح جاء فريق الصحة. الدعم اللي قدمه الهلال الأحمر اللي هو قدم لهم الدعم النفسي، وبعدين قدمنا لهم مياه شرب وعصائر وبعض من المأكولات الخفيفة.
طبعا يوم جينا تابع الاخطار الاستاذ ماري العرب بخصوص مدير الخدمه الصحيه بخصوص الحالات المرضى الهجره غير شرعيه، وكانت حالات يعني تتراوح بين 190 الى 210، وكانت الحالات اكثر حالات 70 الى 80% كانت حالات جرب، ونحن نقول عليه باللفظ الطبي نقول عليها سكيبس. والسبب ذلك الحالات لعدم الاستحمام لاكثر من 5 ايام او 10 ايام، وطبعا طبيعه المرض في حد ذاته انه ينتشر من شخص واحد الى اكثر من شخص يبقى. وطبعا في كم حاله كشكينا فيها حولناها للمستشفى كحاله الدرن في حاله او حالتين، وحالات النقص المناعه هو الاتش اي في ايدز، فقريب 5 حالات. وناشد من هذا المنبر ان اي منظمه انسانيه او منظمه اي منظمه والمجتمع المدني بصفه عامه نشدهم ان شنو يمدوا يد العون، لان حقيقه نحن عندنا نقص واضح في الادويه بالذات الدواء الجرب. فحقيقه نحن تمينا نمشوا بشوي شوي، فهمت الادويه موجوده الادويه.